يعني هو رح يسلمها لقصر العجم مو هيك؟ لا يا سلطانة، أنا من عادتي إنه أي شخص بيلجأ لعندي لهون مستحيل إنه سلمه لأعدائي، ومشان هيك قررت إني أبعتك على قصر الصيد بأماسيا، وراح يأمنوا لك هنيك كل احتياجاتك. أماسيا؟ وين بتكون هي؟ مو هون يعني؟ انت رح تجي؟ رح اقدر اشوفك؟ الموضوع انتهى خلص، ما عاد بدي اشوفك مرة تانية. اجت نهايتك. ليش جاي؟ اكيد من شان تودعيني ومن شان نحكي شوي. لا تخافي، رح أترك لك وقت لتضبي ثيابك وغراضك. خسرتي يا فيروزة، النتيجة واضحة من البداية. لو إنك من الأول سمعتي كلامي ما كنتي رحتي من هون وأنتي هيك مزلولة. العشق إذا كان عن جد حقيقي جواتك ما رح تخسري بنوب ولو بعادوكي، لأنه العشق الحقيقي رح يضل بقلبك، وقد ما حاولتي تبعديه وشو ما عملتي رح يضل جوات قلبك. شوفي، كل يلي بيخسروا بواسوا حالهم بهيك قصص. شو كنتي رح تقولي لو سمح لك السلطان إنه تضلي عايشة هون بالحرم لك؟ أنا رح جاوبك، أكيد رح توقفي وتتبجحي بانتصارك، صح كلامي؟ بعدين يا فيروزة، الحب الحقيقي للسلطان سليمان هو أنا،
وقراره اليوم بيثبت إنه كلامي صحيح. أنتي لسه بتتذكري الاتفاقية؟ وإذا أنا اللي خسرت قدامي بدون تردد رح أشربه لهالسنة. وأنتي يا فيروزة فيكي تعملي مثلي وما بتردد ولا لحظة. شوفي، ما رح أطلب منك تنفذي اللي قلتي، لأنك أجبن من أنك تنفذي هيك وعد. أنا متأكدة. عفوا حضرة الباشا، يحيى تشاليجالي طالب يشوف حضرتكم. تشاليجالي دخلوا. حضرة الوزير الأعظم. خير تشاليجالي، شو عم تساوي هون؟ إمتى جيت؟ الصبح يا باشا، أميرنا مصطفى سمح لي بهالإجازة. أنا يا باشا في كتير أمور ما نهيتها هون، وحضرتك بتعرف إني رحت فجأة على منيسا. أي منيح، شو هي؟ السلطانة ناهي الدوران بعتت لك معي هالرسالة، قال كتير مهمة. خير إن شاء الله. كيفو أميرنا؟ صاير معه شي؟ لا أبداً، كل الأمور منيحة، بس في خانم بالحرم لك مكركب الأمور شوي، والسلطانة ناهي الدوران رافضة أنه الأمير يستمر بعلاقته معه. أنا هالموضوع سمعت فيه. حضرة إبراهيم باشا، بالبداية بتمنى لك الصحة والسعادة لحضرتك وللسلطانة خديجة ولولادكم. وصلتنا الهدايا الرائعة اللي بعتها لحفيدنا الأمير سليمان، وأنا ممنونتك كتير لأنك عم تحسسنا على طول بوجودك معنا. تعرف شو صار وقت اللي كان جلالة السلطان هون ويام لسه عم تركض وراء أعمال الشريرة وعم تحاول تخرب علاقة السلطان بالأمير مصطفى أصداً، وبتستغل الأمير محمد لتحقيق هالهدف، وعم تحاول تضعف ابني قدام السلطان، ومع الأسف الأمير مصطفى رح يقدم لها الشهادة على طبق من ذهب، وهو مصر يكتب كتابه على هالبنت بتحدي إرادة جلالة السلطان. طبعاً هذا الشيء نحن فينا نمنعه، بس الخطر الحقيقي هي ويام. نحن مجبورين نتحرك ضده مع بعض يا إبراهيم. أهلين سلطانة. جهز أمورك يا مصطفى، بعد أسبوع رح تروح على بورصة. ليش بدي روح؟ أنا بعثت مع تشاليجالي مكتوب لإبراهيم باشا ورح يستناك هنيك. قلي لي ليش سويتي هيك؟ مشان مصلحتك مصطفى. أنت مانك مقتنع برأيي؟ روح روح شوف شو رأيه. سلطانة، إبراهيم باشا بيحبك وأنت بتوثق برأيه، شو المانع أنه تروح تستشيره قبل ما تأخذ هالقرار الخطير؟ هالموضوع مو سهل وممكن يغير مستقبلك. القرار بالأخير بيرجع لك لإلك، بس يمكن هو كمان في عنده شيء مهم يحكي لك ياه. ما بنعرف شو ممكن يصير يا رستو، لازم ناخد كل احتياطاتنا، لأنه ما بدي هي فيروزة توقف مرة تانية بوشي. سلطانة هي شغلة سهلة، فيروزة من السلالة الصفوية، منبعت خبر لهنيك وأكيد رح يبعتوا شي واحد من عنده اللي يخطفها أو يخلص عليها. رستم آغا، صاير عم تقرأ اللي بدي أقوله. وبهيك حالة يا سلطانة أكيد ما حدا رح يشك فينا أبدا. يلي بيتجرأ يوقف بوشي لازم يدفع الثمن غالي، وست فيروزة رح تدفع الثمن مضاعف.
باشا. انت ليش لساعتك هون؟ زهرة خانم قالت لي انك رح تجي اليوم، لهيك انا استنيتك. فريال قالوا لي سميتها نور لبنتنا، هالاسم كتير عجبني، طول اليوم عم نادي لها فيه. يلا روحي انت، ما بصير تتأخري أكتر. بترجاك أنا مو حابة روح لهونيك، رستم ما لازم تنقله، الله يخليك لا تفرقني عن نور. هذا الموضوع تسكر فريال، روحتك إجبارية. حضرتك بدك هالشي كمان، حابب إنك تبعدني عنكن لأن السلطانة خديجة هيك أمرت وإنت المفروض تنفذ. تبهي على كلامك منيح، لأنه صبري عليكي له حدود وأكيد ما رح يدوم كتير. وأخيراً رجعتي؟ الحمد لله على سلامتك. أنا مو ناقصني بلاها مسخرتك رستم آغا، بكفي إنه رح يفرقوني عن بنتي. لما تروحي تشتغلي من وراء ظهر السلطانة هيك بيصير. مع إني ما سويت شي غلط عاقبوني، ليش لحتى يدفعوني الثمن؟ ليش ما عاقبوا للباشا؟ ولا لأنه نحن ناس عاديين؟ آغا روح احكي مع السلطانة هيا، هي بتحترمك، بلكي بتلاقينا حل هالمشكلة. إيه بأمرك يا سلطانة، لأنه أنا ما عندي شيء مهم بحياتي غير حضرتك. إذا ماني مهمة ليش لسه تاركني عندك؟ طلقني هلأ، أصلاً كل هالزواج ما له أي معنى. أنت متخيلة أنه الطلاق على كيفك؟ وبس بتأمري بننفذ، مو هيك؟ ليش لحتى نضل مع بعض يا رستم؟ أصلاً كنت مجبور تتزوجني ولهلأ مو طايق تشوفني، لشو لحتى نستمر؟ بس أنا قرر هذا الشيء وقتها بطلقك، عم تفهمي؟ سليمان. سليمان اجي تشوف جهانجير هو نايم؟ نازلي سلطانة جيبي جهانجير. بابا أهلين حبيبي. كيفك؟ عم يوجعك شي يا بطل؟ ممتاز. خليك هون لا تروح بابا. بكرة الصبح تعال على جناحي مشان نفطر سوا. تصبح على خير حبيبي.
انتو كيف عرفتوا مكاني؟ في حدا بعتلنا مرسال وخبرنا عن مكانك. هويام، يلا خلونا نروح. حميرة خانو، حضرة الشاه طهماز والسلطانة فيروزة كانوا قلقانين عليك كتير يا خانو. سلطانة هيام وصلت لهدفها. الله يوفقك يا سلطانة، بعدي عنا. إذا هلأ انسحبنا يا ألفت ما حدا رح يوقفها بنوب. بس يا سلطانة ما بقي في وقت لهالشي، فيروزة خانم راحت وهيام رح تروح كمان. كيف؟ ما بعرف، إذا مو اليوم بكرة أكيد. لازم لاقي طريقة لتوقع لهيام. يعطيك العافية يا أغا. خير، شوفي شو صاير، ريحة الحلو معبي القصر. ليش ما خبروك بلال؟ نزار أغا عطاك عمره. شو هالحكي يا سنبول؟ مو حرام عليك؟ ليش اجيت بلال أغا؟ معقول أكل السلطان ما جهز؟ وقت يجهز الأكل رح أبعت وراك. هلأ خبرني عن نزار، اشتكى علي شي؟ هو اشتكى عليك طبعاً، هلا اكلت بهدله من عفيفه خانم. ملعون. مولاي، مثل ما بتعرفوا الكاردينال اليساندرو فورنيستو صار بابا باسم بول الثالث. فرنسا هلا ما رح تتلقى الدعم من البابويه مثل ما كان الوضع وقت البابا كليمنت. البابا الجديد شو بتعرفوا عنه؟ فورنيستو صار كاردينال وهو شاب، والواضح انه قدر يوصل لهالموقع من خلال اخته كوئيلا فرانسا، لأنه كانت هي على علاقة قوية كتير بالبابا ألكسندر بورغيلو. يا مولاي السلطان، ما حدا كان متوقع هالشي يا مولاي، لأنه كبير بالسن وقريباً رح يموت. أكيد كانوا مفكرين يا مولاي أنه نحن رح نختار البابا. فورنيستو أخذ اسم القديس بولس الثالث يا مولاي، هذا الشي بيأكد أنه عم يدافع عن جوهر المسيحية. وبخصوص دولتنا، عرفتوا شو هي نوايا؟ عم يحاول هلأ أنه يحقق السلام بين فرانسوا وشاركان، وهدفه من هالشي وضع العائق أمام القوة العثمانية. يعني ممكن إنه يقوموا بحملة ضدنا؟ أكيد رح يحاولوا يعملوا هالشي يا أمير. بعتوا الكاردينال حتى يلتقي مع الأمراء والملك، بس الخزينة البابوية فاضية، فيها 12,000 ذهبية، وهذا المبلغ ما بيكفيهم بنوب. أصغر قائد سنجق فيه بخزنته أكتر من هذا المبلغ. معقولة يوثق فيهم البابا؟ هدول ما عم يتعلموا أبداً. نحن رح نوقف بوشهم ونطردهم من أراضي دولتنا مثل كل مرة. مستحيل يقدروا يواجهونا، الدولة يلي فيها بشوات وأمراء أبطال بيخافوا عليها كتير وبيحموها مثلكم. هي دولة قوية وما حدا بيقدر يتجرأ عليها. عزيزي الكاردينال دونفيل، أوروبا هلأ واقعة تحت تهديد كتير كبير. العثمانيين وصلوا على أبوابنا وشكلوا خطر كتير كبير. مشان هيك نحن لازم نوحد صفوفنا كلنا لحتى نقدر نهزمهم. لازم إنه نجمع فرانسوا مع الملك شاركان بأي طريقة. بس الواضح إنه صعب كتير إنه نجمعهم، لأنه في معلومات موثقة بتقول إنه فرانسوا ملك فرنسا عمل اتفاقية مع السلطان سليمان. كيف هذا المجنون بيعمل اتفاقية مع السلطان سليمان؟ ما بيعرف إنه نحنا بس نعرف بالموضوع رح نطرده من الكنيسة؟ أكيد رح يلغي الاتفاقية معه. فرنسا هي البنت المدللة للكنيسة، نحنا لازم ننصحهم يحافظوا على هاي الميزة الكبيرة مشان مصلحتهم. وإذا ضلوا على موقفهم انشروا خبر الاتفاقية وقلوا لهم يلي بيعمل اتفاقية مع الإسلام ضد الكنيسة حتى جهنم ما رح تقبلوه. مو بس هيك، رح تضل روحه على طول عم تتعذب. رح أبعت الرهبان فورا مشان يحكم مع الناس بكنائس فرنسا.
بس الكل بيعرف انه الملك فرانسوا يا ابونا لجأ للسلطان سليمان لانه خايف من الملك شاركان وبده حدا يحميه، وبظن لهذا السبب صعب كتير انه يقتنع. نحن يا كاردينال مجبورين انه نساوي هيك، واذا ما بتنجح الخطة رح نضطر للخروج من روما، حتى ما رح نقدر انه ناخد عظام القديس بيترو. الله يحمينا جميعا. الحركة اللي قام فيها القس لوثر ضد الفاتيكان شو صار فيها؟ عم نتابعها يا مولاي. القس لوثر وجه لهم ضربة قوية، مثلا الفاتيكان خسر سيطرته المالية والسياسية بألمانيا وسويسرا وهلأ هن مستقلين عن البابوية يا مولاي. البابا فقط سيطرته على هاي الأراضي مولاي، وأملاكه الأمراء استولوا عليها، حتى بريطانيا وقفت بوشهم. ممتاز، كل ما هن اختلفوا مع بعضهم كل ما دولتنا قويت أكتر وأكتر. مصطفى باشا، أمرك مولاي. بعت خبر لكل السناجق يلي على الحدود وخليهم يستمروا بدعم القس لوثر وجماعته بس بشكل سري، وإنهم يسمحوا لجماعة لوثر يلي عم بيعانوا من ضغوط البابا ورجاله إنهم يدخلوا على دولتنا ويأمنوا لهم كل شيء ويسمحوا لهم يمارسوا طقوسهم الدينية. تحت أمركم يا مولاي السلطان. في موضوع تاني جلال زادة. مولاي السلطان، بتخصصوا فوراً قطعة أرض تكون قيمتها مليونين ذهبي وبتسجلوها باسم السلطان هيام لتكون ملكها. جهزوا الأوراق المطلوبة مشان تخلص معاملة هاي الأرض بسرعة وتسجلوها بدفتر الحقوق. أمرك مولاي السلطان. سلطانة. حضرة القاضي، أنا بتشكرك كتير لأنك إجيت لحتى تقابلني. هذا واجبي وشرف كبير لإلي. سمعت أنه حضرتك من العلماء المهمين بدولتنا العالية لدرجة أنه مولاي السلطان بيستشيرك بأمور الدولة وقوانينها. أستغفر الله يا سلطانة، هذا أقل شيء ممكن ساويه. إذا في شيء ممكن فيدك فيه فأنا تحت أمرك. أكيد وصلك خبر أنه مولاي أمرهم يخصصوا لي أرض لساعد المحتاجين. سلطانة، خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إنه اليد العليا خير من اليد السفلى. بكرة أكيد الناس وقت تساعديهن رح يدعولك من كل قلبهم بطول العمر والصحة. لهلأ ما بعرف شو بدي ساوي بهالأرض حتى الناس تستفيد منها، ومشان هيك بدي رأي حضرتك. أنا برأيي يا سلطانة حضرتكم تعملوا ببنى كبير مثل اللي سوته المرحومة السلطانة الأم بمانيسها قبل ما تموت، لأنه نحن بحاجة ماسة لهذا الشيء، ويا ريت يكون في جامع كبير ومدرسة ومكتبة واسعة ومشفى لعلاج المرضى، هيك بتساعد الناس والطلاب يلي بدهم يدرسوا ويكملوا تعليمهم. إذا حضرتكم بتحبوا تعملوا هيك شيء بالسنجق يلي بده يروح عليه حضرة الأمير، أكيد الناس رح تدعي لكم بطول العمر والصحة ورح يستمر ذكر اسم حضرتكم. حلو. بالأول أنا حابة إنه ساوي هذا الشيء باسطنبول وبعد فترة بنقله لمناطق تانية حضرة القاضي. سلطانة، باسطنبول هي أول مرة بتصير بتاريخ الدولة العثمانية العلية إنه سلطانة تساوي هيك مشروع خيري. يعني على طول كانوا يعملوا بالسنجق يلي عم يروحوا عليه يا سلطانة. كل شي في إله بداية يا أبو سعود أفندي. سلطانة، الإنسان إذا كان عنده نية صافية إنه يعمل خير مستحيل أي شي يوقف قدامه، والله بيعطي القوة. حلو كتير. عم فكر إنه يكون في ناس مشرفين على هذا المشروع، رح اختارهم من خيرة الناس وأصدقهم، وبتمنى زوجتك زينب خانو متشاركنا بهالشي يا أفندي. رح أقلها يا سلطانة، بس هيك مشروع بده ذهب كتير حتى نساويه باسطنبول، ومو بس هيك كمان لازم يكون في إله تمويل دوري حتى يقدر يوقف على رجليه يا سلطانة. لا تاكل هم أبو سعود أفندي، لأنه مولاي السلطان خصص للمشروع اللي رح ساويه أملاك كتيرة وعائداتهم عالية، رح ساوي أي شيء مشان يوقف هالمشروع على رجليه وينجح. الله يقدرك على فعل الخير يا سلطانة. آمين آمين شيخ أبو سعود. كنت ناوية إنه حط رستم آغا هو المسؤول عن هذا الوقف، بس للأسف هلأ
هن عينوه قائد سنجق تكي. بس منيح إنه أنت موجود. إذا بترضى أنك ترشدني رح كون مبسوطة كتير وممنونتك. أستغفر الله يا سلطانة. تفضل سلطانة. تعال زمرد. يحيى أفندي بعت لك هالمكتوب. شكراً زمرد. سلطانتي، أنا تحت تلك الشجرة التي عرفت معنى الحياة بظلها. كل المكان عتمة ولا أرى شيئاً. تعالي إلي لكي تنيري عتمتي، فأنا أنتظرك بفارغ الصبر. زمرد آغا، زمرد آغا. أمرك سلطانة. تشالي جالي هون وبالأسر. بعرف إنه هون يا سلطانة، وهو هلأ ناطرك بالحديقة الخاصة. وليش ما قلت لي زمرد؟ استناني برا، أنا جاي فورا. يا بنات، ما بتعرف أنا هلأ قديشني مبسوطة. ما كنت واثقة أنه رح نلتقي مرة تانية. معقول ما أجي شوفك؟ أنت روحي وحياتي، ما بستغني عنك، ومستعد أني ساوي أي شي كرمال عيونك. مصطفى عنده خبر؟ إيه عنده خبر. الأمير سمح لي أجي مشان أشوف عيلتي. الوضع خطير، لازم ننتبه ونكون حذرين أكثر من هيك. أنا من وقت ما شفتك ما بعرف شو يلي صار لي، ما بعرف، ما عم بقدر نام لأنه صورة وشك على طول قدام عيوني، وما رحتي من بالي ولا للحظة واحدة. وأنتي ممكن أسألك إذا كنتي عم تفكري فيني؟ عطول بفكر فيك، ودائماً بحلمي وبخيالي. بس أنا عن جد ماني مطمنة أبداً، وخايفة كتير من عواقب الشي اللي عم نساوي. أنا مرعوبة من إنه يشوفونا مع بعض ويؤذوك يحيى. أنا وقلبي محكوم علينا أنه أنت تكوني سلطانتنا على طول العمر. أنا مستعد أنه أعمل أي شيء من شان شوفك للحظة واحدة. هذا هو العشق معك. سلطانة تعا معي. خير إن شاء الله سلطانة؟ في شي مشكلة؟ الشخص يلي اسمه تشاليجالي يا سنبل، يلي مصطفى أخده معه عرفته؟ إيه يا سلطانة، إجا من مانيسا. ما بعرف شو جاي يساوي. قلو لرستم آغا يراقبه خطوة بخطوة ويخبرني عن كل تحركاته، وما بدي يتركه لحظة واحدة. سلطانة بشو شاكة؟ فهميني شو الموضوع. بجوز ناهي الدوران عم تخطط للشي. فيك تقلي شو يلي جابوا لهون وبهذا الوقت بالذات؟ سنبل آغا، لازم إنه نحن نفكر بكل شي. رح روح فوراً خبر رستم آغا يا سلطانة. ماشي، استعجل شوي، ما لازم إنه نتركه ولا لحظة. فهمت علي؟ نحن تحت أمرك يا سلطانة. س
سلطان أنا كثير مبسوط لأنه شفت الطوق برقبتك. شكرا لأنك قبلتي الهدية مني وما خجلتيني. خايفة السلطانة تسألني عنه وقت تشوفني لابسته. أساسا هي حاسة إني مخبية شي. ليش شوفي؟ ولا شي، بس هي قلبها حاسة. بتمنى كل الناس تعرف إني مجنون بحبك وإني رجال عاجز قدام عيون أميرة الأميرات. آخ لو فيني خبرن إنه قلبي وعقلي هلأ صاروا ملكك يا سلطانة. سلطانة في حدا جاي. صار لك زمان ما طلعت من مصنع السفن. منيح يلي اجيت اليوم مشان نحكي كلمتين مع بعض. لتكون عشان شي وحدة هونيك. هاي هي الحقيقة. ما أنا عشقي الوحيد هو البحر يا حضرة الباشا. وقت بكون بالبر بحس حالي مخنوق. هانت يا خضر باشا، رح تروح على روما والبحر عم بيستناك يا ريس. إن شاء الله ما يطول هاليوم ليجي يا نصوح أفندي. باشا، عم توصلكن أخباره للأمير مصطفى؟ إن شاء الله صحته منيحة. الحمد لله أموره بخير. والله إنهن إجوا بوقتهن. عدي شوي يا زينب، في شغلي بدي قلك إياها. خير إن شاء الله، لا تكون هالشغلة بتتعلق بأحمد. مشان الله لا تجيب سيرة هذا الولد العاق. شو كنت بدي قلك؟ اليوم السلطانة بعتت وراي بدها تشوفني. سلطانة هيام؟ طلبت إنها تشوفني، حابة تتعرف علي، وكان في فكرة براسها وحبت تستشرني فيها. طول عمري اسمع قصص وحكاية عن السلطانة. في ناس عم يقولوا عنها إنها مشاوزة. وفي ناس كمان بتقول إنه في عين ولا راسها. شو هالحكي هاد؟ في ناس ما لها شغلة ولا عاملة غير كثرة الحكي وتأليف القصص. قال مشاوزة، شو هالحكي هاد؟ الناس هيك عم تحكي عنها، وأنا عم عيد الشي اللي عم يقولوا. اوعك تصدقي شي بدون ما تشوفي بعيونك التنتين يا خانم. سلطانتنا ناوية انها تعمل عمل خيري يستفاد منه الفقراء، وطلبت مني انه اهتم بهذا الموضوع. ومو بس هيك، كمان طلبت مني تتعرف عليكي. علي انا؟ وحابة انك تكوني بمجلس الادارة وتساعديني بهي المهمة. قولي لي لشوف، شو رأيك؟ أنا بتشرف في هذا الشيء. منيح، طمنتيني. هلأ اتركيني لوحدي، عندي شغل كتير. روحي يلا. شو بده يصير بابني أحمد؟ يلا روحي بسرعة يلا.